أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الكرام، سعيد بلقيكم في حلقة أخرى من حلقات مدونة أفوك للتقنية. يسعدني في هذه الحلقة أن أشارككم أو أجيب عن أسئلة الصديق الذي اتصل بي وطلب مني استفسار حول الأجهزة إرسال الواي فاي بعد أن قمت بنشر عدة حلقات حول هذا الموضوع. ولهذا أحببت إخواني الكرام أن أشارككم تجربتي حول هذا الموضوع. فمنذ سنة 2007 وأنا أستخدم هذه الأجهزة تقريبا كونت أو تراكمت لدي تجربة لا بأس بها، ويمكنني من خلالها أن أشارككم بأفضل الأجهزة التي أحب استخدامها وكذلك الأجهزة التي ستجدون فيها متعة واستخدام جيد. في البداية هذا السؤال كان حول تحويل الجهاز أو جهاز تيبي لانك، وهو هذا الجهاز الذي تشاهدونه أمامكم، وتيبي لانك تحويله إلى نقطة توزيع الواي فاي. هذا الأمر جد سهل، ولكن يجب أن نفهم نقطة أو النقطة أولى. فيوجد العديد من الأجهزة، كمثلا هذا الجهاز الذي تشاهدونه فهو تخصصه من ترند نت توزيع الواي فاي فقط. فهذا الجهاز ليس بروتر وإنما نقطة لتوزيع الواي فاي، وكذلك هذا الجهاز الآخر الذي سبق وراجعناه في أو تحدثنا عنه في الحلقة السابقة من شركة ألتاي، والجهاز الآخر كذلك من شركة إيبيكويتي. هذا الجهاز رهيب جدا، يمكنكم مشاهدة باقي التفاصيل في الحلقة، ستجدون رابطها نهاية الفيديو أو أسفل الفيديو. هذه الأجهزة التي ذكرت هي عبارة عن نقاط لتوزيع الواي فاي. ما معنى ذلك؟ أن هذه الأجهزة هدفها فقط إرسال الواي فاي. مثلا من هنا يمكننا استقبال شبكة اللان أو الانترنت أو الشبكة أو كيف ما كانت المعطيات، وتوزيعها على شكل الواي فاي. يعني هذا عمل أو مبدأ عمل هذه أو هذا الجهاز. وكذلك الأجهزة الأخرى فإذا يمكنها استقبال الواي فاي وإعادة إرساله، أو كذلك يمكننا من هنا تغذيتها بالشبكة وإعادة إرسالها أو إرسال المعطيات على شكل الواي فاي. لكن توجد أجهزة الروتر، كل جهاز روتر فهو يمكننا تحويل هذا الجهاز أو جهاز الروتر إلى نقطة لتوزيع واي فاي، ولكن ليس كل جهاز نقطة توزيع واي فاي هو روتر، إلا بعض الأجهزة القديمة جدا كمثل هذا الجهاز. فهذا الجهاز هو روتر ولكن ليست به نقطة لتوزيع الواي فاي. من خلال تجربة هذه التي سأحاول أو النصيحة التي سأقدمها لإخوان المغاربة، وأنهم تفادوا أو بكل صراحة تفادوا الأجهزة ديال الاتصالات المغرب أو الأجهزة اللي كتعطيكم الشركات ديال الاتصالات، تفادوها جميعها. مثلا هذا أفضل جهاز تقدمه اتصالات المغرب، هذا هو الروتر، ولكن من خلال التجربة ديالي ليس لدي هنا ثلاثة أجهزة. هذا جهاز جديد جديد، ولكن مشكلته هو أنني لا أتوفر على تحديث، ولهذا فأنا مضطر لشراء جهاز آخر. وتعلمون أن هذا الجهاز أو جهاز الروتر هذا الذي يأتي من شركة ساجين هو تكلفته مرتفعة جدا، ولهذا فأنصحكم إخواني الكرام بأن لا تتعاملوا مع أجهزة اتصالات المغرب كيفما كانت، خاصة الجهاز تكنوكولور، فهو جهاز ذو منفعة قليلة جدا و لا يصلح لشيء إلا لرميه. ولهذا توجهوا إلى الأسواق المحلية واقتنوا أي أجهزة. توجد العديد من الشركات، فمثلا توجد أجهزة من شركة تيبي لانك لديها جودة جيدة، وتوجد أجهزة روتر من شركة دي لانك، وكذلك هذه الأجهزة قليلة ترند نت. وهذا الذي أشاهدونه أمامكم هو جهاز رائع، أعجبني جدا بعد أن قمت باستخدامه. لديه أربعة أنتينات لهذا الجهاز، وهو كذلك من شركة تيبي لانك، مرتفع الثمن شيئا ما، أعتقد أن ثمنه يصل إلى ما بين 600 درهم إلى 1000 درهم، أي ما بين $60 إلى $100، ولكن
فائدته كبيرة، لأنه يمكنه توزيع الواي فاي إلى مسافة بعيدة المدى كمسافة كثيرة، ويمكن أن تحصل على تغطية في منزلك بأكمله كالطبق الأول والثاني والثالث إلى غير ذلك. وسبق لي أن شرحت هذا الجهاز الذي في الحقيقة هو جهاز رهيب جدا، يمكنه إرسال الواي فاي على بعد كيلومترات، ستجدون رابطه أسفل الفيديو. في البداية إخواني الكرام، سنحاول الإجابة عن سؤال الأخ رشيد الذي طلب منا أو استفسر عن طريقة لتحويل جهاز تي بي لينك إلى بوان أكسس بوينت أو بوندكسي أو نقطة اتصال واي فاي. في البداية يجب أن نفهم أمر مهم جدا، فمن أجل تحويل هذا الجهاز إلى أكسس بوينت وتوزيع شبكة الأنترنت في منزلك، يجب أن يكون لديك جهاز آخر في الأول. فهذه هي الطريقة التي نقوم بها، يكون جهاز أول متصل بالأنترنت، وهذا الجهاز يعطي لنا كيبل ينتقل إلى الروتر الثاني أو تي بي لينك الثاني. على هذا الشكل هناك عدة طرق. الطريقة الأولى هو أن نقوم نعتبر هذا هنا هو الجهاز الراوتر الأول، نقوم بالاتصال بتي بي لانك عبر كيبل إرجي 45 أو إرجي، ثم أو الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية أن يكون لدينا جهاز تي بي لانك يستقبل الواي فاي ثم يعيد إرساله على هذا الشكل، أو نعم هذا الشكل كما في هذا في هذا في هذه أو في هذه الصورة. فهنا لدينا جهاز راوتر متصل بالADSL، وهذا الجهاز يمكننا بواسطة كيبل أن يقوم في مثلا في بناية في الطابق الثاني نضع أكسس بوينت، ويمكن أن نقوم بمد كيبل آخر ونرسل أكسس بوينت في الطابق الثالث على هذا الشكل. الراوتر الأول سيكون متصل بشبكة الانترنت ويرسل الانترنت إلى الجهاز الذي سنقوم بتغييره من راوتر إلى بوينت داكسي. في الأول سأقوم إخواني الكرام بالدخول إلى هذا الرابط، وهو 192.168.1.1. إن كان جهازكم جهاز آخر فستجدون كل شيء مكتوب في خلفه أو خلف الجهاز. نقوم بإدخال اليوزر والباسورد، كذلك ستجدهم مكتوبين في خلف الجهاز، أو إن كانت أو يمكن أن تجد أنهم يوزر نيم أدمين وكذلك الباسورد أدمين. سنقوم الآن بالدخول إلى واجهة الراوتر تي بي لانك، وستجدون هذه الواجهة. هناك طريقتين إخواني الكرام. الطريقة الأولى سنحتاج أو بالدخول إلى كويك ستارت، من هنا يمكننا تغيير هذا الشيء أو تغيير أو تحويل هذا الجهاز من راوتر إلى أكسس بوينت. بالضغط على نيكست تختار البلد نيكست، بعد ذلك تنتقل إلى هذه الخانة وستختارون عوض هذا البروتوكول بوينت تو بوينت بروتوكول فيا إنترنت إلى بريدج مود. باختياركم بريدج مود يا إخواني الكرام ستحولون هذا الجهاز من راوتر عادي إلى جهاز أكسس بوينت. ماذا تقول بريدج مود؟ هو أنه يستقبل إشارة أو عبر الواي فاي أو عبر الكيبل ثم يقوم بتحويلها فقط، هذا هو. ثم تضغطون على نيكس 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 إلى آخره. هذه هي الطريقة الأولى. توجد طريقة ثانية وهي بالدخول إلى انترفاس سيتاب، من هنا كذلك تختارون بريدج مود، أو يمكن اختيار بوينت تو بوينت بروتوكول فيا إنترنت أو بريدج مود. ستختارون هنا بريدج مود وستضغطون على سيف. في هذه الحالة قمنا بالخطوة الأولى وهي تحويل الراوتر من الجهاز من راوتر عفوا إلى بريدج مود أو أي أكسس بوينت. تبقى النقطة الثانية التي يجب أن نراعي أو نأخذها بعين ننتبه لها، وهي سندخل إلى هنا إلى اللان،
ستجدون هذا الأدرس، الأدرس IP 192.168.1. بما أنكم ستحولون هذا الجهاز إلى أكسس بوينت، فبالتالي هناك جهاز آخر كما أشرنا في المثال الأول، هذا الجهاز وهو جهاز هذا الجهاز الراوتر، فسيكون الأدرس IP الخاص به 192.168.1، وبالتالي سيكون لنا كونفليت أدرس، أي نفس الأدرس IP للجهاز الثاني، وبالتالي سنغير الجهاز أو سنغير هذا الأدرس IP إلى الرقم 2 أو رقم آخر، مثلا 2 أو 3 أو 10 أو 20. هذا كل ما في الأمر. بعد ذلك ستقومون بالضغط على Save. بالضغط على Save تقومون إخواني الكرام الآن بحفظ البيانات والحصول على إعدادات، أو تقومون بذلك بتغيير إعدادات الراوتر أو الجهاز من راوتر إلى أكسس بوينت. وإلى هنا إخواني الكرام يكون درسنا انتهى. إن كانت لديكم أي أسئلة حول هذا الموضوع، أو كانت لديكم أسئلة أخرى حول كل ما يتعلق بالشبكة وأنظمة المعلوميات، فاتركوها في التعليقات، سأكون جد شاكر وسأجيب عنها بكل سهولة، بكل فرح إخواني الكرام عفوا. أما اللحظة إن كانت لديكم كما إن أعجبكم الحلقة في المجموع الضغط على زر اللايك، وكذلك إن كانت هذه أول مرة تشاهدنا في حلقتنا في الضغط على زر سبسكرايب ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء في حلقة مقبلة.